الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. نقدم لكم استراتيجية الكرسي الساخن مع الطالب عمر القحطاني. السؤال الأول: بما سيشارك عمر في معرض اليوم الوطني رسمي على مملكته؟ السؤال الثاني، تفضل. أين سيقام معرض اليوم الوطني في مدرستي؟ تفضل. ماذا قال مهند لعمر عندما رآه يلون العلم باللون الأخضر؟ لماذا لا تلون العلم باللون الأصفر؟ أحسنت، تفضل. تفضل. كيف ميز مهند علم المملكة؟ كيف ميز مهند علم المملكة؟ بلونه الأخضر. تفضل يا ريان. ماذا كتب في علم؟ علي صوتك. ماذا كتب في علم المملكة؟ ماذا كتب في علم المملكة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفضل يا معاذ. لماذا رسم السيف على علم المملكة؟ أحسن.